كنا عرضنا من حوالي شهرين تقريبا في شهر ديسمبر الماضي موضوع عن أحد النصابين المزورين والذي يتعاون معه العديد من المسؤولين داخل أروقة المحاكم والنيابات في استهداف أسرة قبطية اسمه بالتحديد، وهنحط صورته أمام حضراتكم، اسمه أسامة لوط يستس سعيد. وللأسف بالتعاون مع بعض المسؤولين في المحاكم وفي التحقيقات والتحريات، للأسف قدر إن هو يزور العديد من التهم والأوراق والقضايا ضد إحدى السيدات من أسرة بسيطة اسمها مرثا سعيد يستس. وبعد ما عرضنا الموضوع المرة الماضية بالكامل ومن كافة النواحي، للأسف ده لم يردعه، بل بالعكس بدأ في اتهامات ضد محامين، وبدأ في اتهامات ضدنا كبرنامج وكأفراد وكقناة أيضا. هناك العديد من التطورات وردود الأفعال في هذا الموضوع. الآن معنا على التليفون الأستاذ المستشار مايكل منير، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا زهاني، ازي حضرتك؟ واهلا بيك واهلا بكل مشاهدين حضرتك الكرام. اهلا بحضرتك. بعد ما عرضنا الموضوع منذ حوالي شهرين وكان هناك رد فعل من المدعو أسامة لوط، لكن كان هناك ايضا العديد من الاكتشافات، اخرها اننا اكتشفنا ان هو زور بطاقة للسيدة مرثا وعمل عنوان مزور على هذه البطاقة او على الرقم القومي، وده اللي بيقدر بيه ان هو يرسل اليه اعلانات القضايا اللي بيكسبها. هنحط صورة للرقم القومي للمزور للسيدة مرثا الضحية. هل ممكن نحط الصورة على الشاشة الآن؟ دي الصورة اللي بيستغلها المزور النصاب أسامة لوط، زور رقم قومي ليها وزور عنوان، وللأسف بيبعت عليه إعلانات القضايا من حد من طرفه بيستلمها، ويعني ده اللي بيستخدمه في التحايل على الأوراق الرسمية والقضايا. بنسمع من سيادة المستشار مايكل، إيه رأيه في هذا الكلام؟ هو طبعا يا أستاذ هاني احنا فعلا فوجئنا في الفترة دي بأن في صورة بطاقة للسيدة مرثا سعيد يستس موجودة، وتم نشرها من خلال صفحات المدعو أسامة. ولما أهلية السيدة مرثا كلمونا وقالوا لنا إن في بطاقة لأهليتهم موجودة، البطاقة دي بتحمل صورتها ولكن متغير فيها محل الإقامة، فطبعا كان ردي إن مستحيل أبدا هو هيقدر إن هو يزور البطاقة دي فعليا، ولكن البطاقة دي أكيد هو اصطنعها. يعني هذه البطاقة هي بطاقة مصطنعة، لكن كون ان هو يدخل الاحوال المدنيه وان هو يزور بطاقه بالشكل ده رسميه، فده هيكون فيه استحاله. وبالفعل تم الكشف على البطاقه دي من قبل الاحوال المدنيه، واتضح ان فعلا البطاقه دي بطاقه مزوره منه، لكن مش من خلال الاحوال المدنيه، هي بطاقه مصطنعه منه هو اصطنعها. ايوه، هو اللي عاملها فوتوشوب يعني. بالظبط بالظبط. أيوة. هو عاملها، والبطاقة دي تم نشرها من على صفحاته، يعني هو اللي تقام بنشر البطاقة دي على صفحته هو، على الصفحة بتاعته هو. أيوة. طيب بالنسبة لرد فعله على الكلام اللي عرضناه من شهرين، يعني ابتدى ان هو ينزل منشورات فيها إهانة واستخفاف يعني بحضرتك والأستاذ المحامي المستشار جان ثابت بخصوص هذه القضية. ده حضرتك احنا بعد البرنامج وبعد طبعا ما فضحنا الامر امام طبعا الجميع ومن خلال قناة حضرتك، احنا تعرضنا الى الكثير والكثير والعديد من التعديات علي انا والاستاذ جون،
من خلال المدعو أسامة لوط يوستوس. التعديات دي تمثلت في السب والقصف والإهانة بألفاظ خارجة وخادشة للحياة. مضافا إلى ذلك أيضا قام بعمل فيديوهات، الفيديوهات دي رتب عليها صور وقام بخدش حيائنا بالألفاظ وتعدى علينا تعديات جامدة جدا جدا جدا. أيوة. طيب هل يعني إيه رد فعل حضراتكم على هذا الموضوع؟ طبعا أي نوع من أنواع التعديات علينا بيكون طبعا ليه رد فعل، وإحنا بالفعل خدنا كل إجراءاتنا القانونية، والموضوع دلوقتي أمام النيابة العامة، ودلوقتي حضرتك بيتم التحقيق فيه وفي إجراءات، وإن شاء الله هنتابع القناة بنهاية الإجراءات اللي إحنا هنصل ليها، واللي إن شاء الله هتترتب عليها إصدار أحكام قضائية بحبسه نتيجة ما فعله من تعدي وتعرض علينا، لأنه هو ما حطش في الاعتبار إن إحنا ناس محامين، والمحامين هو دورهم دور قضائي ودور قانوني، يقتصر الدور من خلال المحاكم ومن خلال الدفاع فقط. لكن كون إن يكون هناك نوع من أنواع التعدي بهذا الشكل فطبعا ده مرفوض نهائيا، وإحنا اتخذنا إجراءاتنا القانونية حياله. أيوة. طيب بالنسبة للقضايا اللي هي الخاصة بالسيدة مرثا، إيه تطوراتها؟ طبعا إحنا القضايا دي طبعا خدنا الإجراءات بتاعتنا بالطعن بالنقض عليها، وإحنا حررنا مذكرات النقض وأودعناها أمام المحكمة، وهو لسه طبعا ما تحددش ليها جلسات علشان تنظر أمام محكمة النقض، ولكن طبعا إحنا التزمنا بالمواعيد القانونية وقدمنا مذكرات النقض بتاعتنا في المواعيد المقررة ليها عشان نكون النقض بتاعنا ماشي في نصابه الصحيح. الحاجة اللي أنا عايز أنوه عنها إن حضرتك النهاردة أنا لما أكون راجل صاحب حق ما أقومش بالتعدي بهذا الشكل على الأشخاص، أو بالتعدي على من يقف أو يحارب الظلم. فالنهاردة معاليك ما فعله هذا الشخص ما هو إلا أن يؤكد أنه ليس على حق، لأن مفيش شخص أبدا يكون على حق ويفعل الأفعال دي. فالنهاردة طبعا حضرتك إحنا بناخد كل إجراءاتنا القانونية، سواء بالنسبة للقضايا الخاصة بالسيدة مرثا أو بسواء التعدي اللي تم علي أنا والأستاذ جون. تمام. كانت أيضا جمعية اتحاد أقباط أوروبا كانت دخلت في الموضوع أيضا وأرسلت أصدرت بيان. تمام تمام. أيوه هنعرضه. هو طبعا حضرتك اتفضل. هو طبعا حضرتك النهاردة ليست كل الأحكام اللي بتصدر معصمة من الخطأ، وليس القضاء أيضا معصمين من الخطأ، ولو كانوا معصمين من الخطأ ما كانش بقى فيه حاجة اسمها ضربات تقاضي أول درجة والاستئناف. الحاجة الثانية حضرتك كمان ما كانتش اتعملت المحاكم الرقابية على الأحكام زي محكمة النقض وزي المحكمة الإدارية العليا. فالنهاردة حضرتك الأحكام اللي بتصدر ليست أحكام معصمة من الخطأ، ولكن لها جهات رقابية، والجهات الرقابية دي هي بتنظر الخطأ في تطبيق القانون. يعني النهاردة حضرتك ممكن أن القاضي يخطئ في تطبيق القانون، فلذلك كان هناك المحاكم التي تراقب الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإجراءات. فطبعا البيان طبعا اللي صدر من الجالية المصرية طبعا هو بيان احنا طبعا بنضم صوتنا ليه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل جميع الجهات المسؤولة، سواء كانت جهات رقابية أو غيرها. أيوة. هل حضرتك تحب تضيف أي شيء آخر؟ أنا بس بأناشد من خلال برنامج حضرتك بسرعة الإجراءات، لأن طبعا السرعة في الإجراءات مهمة جدا، وبالأخص طبعا من خلال علشان خاطر طبعا السيدة مرثا، لأن طبعا هي أصبحت دلوقتي مهددة من قبل الحكمين الصادرين، وطبعا زي ما كنت نوهت لحضرتك قبل كده أن الحكمين دول هم حكمين فقط من سلسال القضايا العديدة اللي تم رفعها من قبل المدعو أسامة لوط يوسف. وكنت وضحت لحضرتك ان طبعا عدد القضايا تجاوز ال 250 قضية.
بدأت من 2005 وحتى تاريخه احنا قدرنا نسيطر على عدد كبير جدا من القضايا، بل يعتبر ان احنا سيطرنا على القضايا كلها ما عدا القضيتين دول فقط. فطبعا هي اصبحت مهددة من قبل الحكمين دولت، فطبعا من خلال برنامج حضرتك بنناشد كل الجهات المسؤولة بسرعة التحرك في هذا الامر، حرصا طبعا على السيدة دي من طبعا ان هي يقع عليها اذى اكتر من كده. أي حضرتك تحب تضيف اي شيء اخر؟ شكرا يا فندم وشكرا ليك يا وزهاني. متشكر جدا لحضرتك المستشار مايكل منير إيليا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. البيان الذي صدر من الاتحاد الأوروبي للجاليات المصرية هنعيد عرضه أمام حضراتكم مرة أخرى. في هذا البيان بيقول: تابع الاتحاد الأوروبي للجاليات المصرية بأوروبا عن كثب ما نشر بشأن جرائم التزوير والتدليس من قبل أحد المحتالين بمحافظة الفيوم تعدى قيمتها مليارات الجنيهات في حق أسرة مصرية بسيطة بمحافظة سوهاج، مما أسفر عن مقتل ووفاة طبيب شاب ووالده. من الجدير بالذكر أن الجاني استطاع بالتعاون مع بعض الفاسدين والخارجين عن القانون الحصول على أحكام كيدية في حق الأرملة زوجة الفقيد ووالده الطبيب الفقيد. لذلك يهيب الاتحاد الأوروبي للجاليات المصرية بأوروبا بالجهات المعنية بسرعة القبض على المدعو أسامة لوط ياستوس بمحافظة الفيوم وتقديمه لمحاكمة شاملة لما صدر عنه من ممارسات تزوير واحتيال في حق الأسرة المنكوبة. هذا وسوف يتابع الاتحاد عن كثب كافة التطورات فيما يخص هذه القضية، وإن اضطر الأمر سوف يرفع هذا الأمر للجهات الدولية المختصة. صدر هذا البيان عن المكتب الإعلامي للاتحاد الأوروبي للجاليات المصرية لأوروبا. طبعا لما شفنا التطور اللي عمله المدعو أسامة لوط بعد عرضنا للحلقة في شهر ديسمبر الماضي، واضح جدا أنه مسنود مع بعض الفاسدين في أروقة المحاكم والتحريات والتحقيقات اللي مكنوا إن هو يرفع ويقيم زي ما سمعنا 250 قضية حتى الآن ضد أسرة بسيطة، للأسف من استمرار وملاحقة وتتالي القضايا ضد هذه الأسرة اللي فقدوا الأمل تماما في إظهار الحق وإظهار موقفهم البريء. للأسف الأب الدكتور للأسف توفى، هنعرض صورته أمام حضراتكم أيضا، وابنه أيضا توفى بعدها بعدة شهور، وكان السبب الرئيسي هي توالي الظلم في 250 قضية حتى الآن. لم تهتم فقط الأسرة القبطية المظلومة الضحية في هذه القضايا، لكن اهتمت الرأي العام في محافظة سوهاج ومنه انتشر إلى محافظات أخرى، ووصل الأمر إلى الاتحاد الأوروبي للجاليات المصرية اللي دخل على الخط من كبر وعظم الجرم والظلم السائد ضد هذه الأسرة البسيطة، واللي قام بيها المدعو أسامة لوط بالتعاون مع العديد من المسؤولين في أروقة أجهزة الدولة من محاكم وتحقيقات وتحريات. معنا على التليفون الآن المستشار جان ثابت المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. يعني الشيء الغريب أنه المدعو أسامة لوط أنه وصل به البجاحة والجرأة أنه حتى يتحدى الأسرة البسيطة اللي بتستغيث علشان حد ينقذها من مؤامراته، ويعني 250 قضية رفعها حتى الآن. هو فندم حضرتك الأستاذ الأخ أسامة ده
يعني زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي وزي ما أستاذ مايكل ذكر مع حضرتك في المكالمة السابقة، إن هو تتالى بالقضايا دي للانتقام. تمام، رقم واحد، ده لو صاحب حق ما كانش يبقى الجرم وصل بيه لكده، لا ده انتقام، ده انتقام فعلا بحد ذاته، ده انتقام من الدرجة الأولى. تمام، الدليل إن ده انتقام إيه؟ الدليل إن ده انتقام رقم واحد، أنت لو صاحب حق، لو صاحب حق تمام ما كنتش هتدي المبلغ ده، تمام، وترجع بعد كده تدي مبلغ لسين لعين. يعني مثلا انت عطيت المبلغ للام ورجعت بعد كده عطيت مبلغ لابنها ورجعت بعد كده عطيت مبلغ لبنتها. طب انت لو الناس دي فعلا بتتعامل معاك ماديا، لو الناس دي فعلا بتتعامل مع حضرتك ماديا، لقيت الناس دي بتضحك عليك في اول مرة، هل من المعقول ان انت تدي لها مرة تانية؟ لا طبعا مش هتدي لها. طيب ايه الحقيقة بقى؟ ايه الحقيقة؟ الحقيقة ان انت بتنتقم، بدليل ان احنا كمحامين دلوقتي خط دفاع عن السيدة مرسى، احنا دلوقتي غلطت فينا، شهرت بينا، نشرت فيديوهات ان انت بتشتم علينا، ماشي يا عم، احنا ده كله علشان ايه؟ علشان واقفين مع الحق؟ ماشي. طيب هل الحكم بتاعك ده نهائي وبات؟ لا، الحكم بتاعك ده مش نهائي وبات، اه صدر من محكمة وعلى دماغنا من فوق الحكم ومحدش فينا يقدر يتكلم عن الحكم، ولكن نتكلم عن الحكم فين؟ في ساحات القضاء، امام محكمة ايه؟ امام محكمة النقض. وبالفعل احنا طعنا بالنقض على الاحكام اللي صدرت ضد السيدة مرسى، تمام، ولم يحدد لها جلسة بعد، ولكن التقرير بالطعن بالنقض تم في الميعاد. ده من ناحية، من ناحية تانية، طيب انت دلوقتي لو صاحب حق صوتك عالي ليه؟ ده صاحب الحق ده بيبقى سلطان زي ما بيقولوا، يعني انت صوتك عالي ليه؟ ده صوتك يدل على ضعف موقفك، يدل ان انت كل شوية حقيقتك بتبان قدام الناس، ان انت مالكش عند الشخصيات اللي انت رفعت عليها قضايا دي، مالكش عندهم فعلا فلوس، ولكن انت بتنتقم منهم. بتنتقم منهم ليه؟ ايه سبب انتقامك منهم؟ طيب لو انت خصومتك شريفة، ايه اللي بينك وبين المحامين بتوعهم علشان تغلط فيهم؟ هل احنا ما نقدرش نرد الرد ده عليه؟ لا نقدر نرد، ولكن احنا علشان بنرد رد قانوني، فهو الرد القانوني اه بيتأخر بس بيجيب الحق، بيجيب الحق. ده من ناحية، من ناحية تانية انت مش ساكت، ما انت ساكت ليه؟ انت مش صاحب حق وكده، انت بيتهيألك ان انت اخدت حقك بالحكم اللي انت اخدته على الست المسكينة دي، يعني انت دلوقتي بأحكامك دي دمرت أسرة كاملة. دكتور في ريعان شبابه عنده 30 سنة 32 سنة من يوم ما كان في الثانوية العامة وانت بترفع عليه إيصالات أمانة، تمام؟ دي ناحية. الناحية التانية ست مسنة عندها 65 سنة برضو بترفع عليها قضايا. طب انت السلسال ده هينتهي امتى؟ انت صاحب حق فين؟ ما قعدتش ليه وخدت حقك؟ ما قعدتش ليه واخدت حقك وتواصل في الجلسات العرفية بينكم وبين بعض ناس كتيرة، ناس كتيرة، ولكن انت عايز ايه؟ هو نفسه ممكن يكون مش عارف هو عايز ايه. احنا ماشيين في طريقنا القانوني، وان شاء الله طريقنا القانوني ده هو اللي هيجيب حق الناس المساكين دول اللي اتظلموا، وربنا مش هيسمح بالظلم ابدا. وايه رأي حضرتك في ان الموضوع يعني وصل الاهتمام به الى اوروبا والى الاتحاد الاوروبي للجاليات المصرية؟ طبعا كون ان احنا وصلنا الموضوع وصل للحجم ده وخد الشكل الرسمي بالطريقة دي، دي حاجة كويسة، تمام، ولكن احنا بنطلب منكم اللي يقدر يساعد، اللي يقدر يساعد على قد ما يقدر في خلاصة المشكلة دي وحل المشكلة دي من جذورها ما يتأخرش. احنا اولا شفنا البيان وقرناه وحاجة جميلة جدا، ولكن احنا يعني بنطلب مساعدات تانية اكتر من حضراتكم، بحيث ان احنا بطريقنا احنا نبقى ماشيين فيه، وطريق حضراتكم اللي انتوا بتطلعوا بيه البيان يبقى ليه صدى عند الجهات المسؤولة للتحقيق عن حجم ثروته دي قد ايه، علشان يدي المبالغ دي كلها، ومنين اتحصل على كل الاوراق دي علشان يرفع كمية القضايا المهولة دي ضد الناس اللي هم فعلا بالفعل مظلومين. هو الظلم ده
هو الظلم ده لازم أن أكون أنا ما عملتش الحاجة دي؟ لا، ما هو في ظلم كتير، هم فعلا دلوقتي أنا ممكن أكون مضيت تمام، ولكن مضيت تحت إقراء، ممكن أكون مضيت ولكن ما خدتش فعلا الفلوس دي، واخد بال حضرتك معايا؟ أنت فين دلوقتي بقى يا أستاذ أسامة من الفلوس دي كلها؟ أنت فين؟ فين حق الدولة عليك بقى من دام أنت عندك المبالغ دي كلها؟ واخد بال حضرتك؟ فيعني ساعدونا بأي بيان يصدر تاني، بحيث ان الجهات الرقابية هنا برضو تشتغل معانا بجانب الشكاوى وبجانب الإجراءات القانونية اللي احنا متخذينها ضده. ايوه، بنعرف من حضرتك الخطوة الجاية امتى؟ هو حضرتك دلوقتي زي ما قال زميلي من قبل، احنا الخطوات اللي جاية ان احنا هنقدم طلب ان شاء الله امام محكمة النقض بتحديد جلسة للسيدة مرسى لنظر الطعن بالنقض الخاص بيها. دي الإجراءات اللي جاية، بس طبعا بيبقى فيه قبلها إجراءات سابقة للطلب ده، إن القضية بتسافر من الفيوم بتروح دار القضاء العالي تمام. مجرد ما توصل دار القضاء العالي احنا بناخد إجراءاتنا القانونية، إن احنا بنبقى عاوزين بنقدم طلب بتحديد جلسة لنظر الطعن. تمام، ده غير طبعا الإجراءات الخاصة بالكلام والإهانات والكلام اللي طلع قاله من بالضبط يا فندم. تمام حضرتك، بالنسبة للكلام والإهانات اللي قاله ده حضرتك احنا لينا مردود عليه تمام، وده شغال في طريق تاني، وبرضو احنا بالنسبة لنا الطرق اللي احنا كل الطرق اللي تم المشي فيها وأسلكناها كل الطرق دي طرق قانونية، لأن احنا مش من طبعنا ولا تربيتنا ولا أخلاقنا ان احنا نشهر بالناس على مواقع التواصل الاجتماعي او نبعت لهم رسائل فيها سب وقصف، ودي مش اخلاقنا لان احنا ما تربناش على كده. تمام، شاكر جدا لحضرتك، والى لقاء اخر مع التطورات القادمة. المستشار جون ثابت حلمي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. طبعا بعد ما عرضنا هذا الموضوع في شهر ديسمبر الماضي كان هناك رد فعل من المدعو أسامة لوط، وابتدى يقول أن السيدة مرثا سعيد عليها حكم، وابتدى يشهر بها وكأن هذا الحكم يعني هو الفيصل في محاسبتها وفي تبريره لما يقوم به من التشهير بها واستهدافها هو وأذنابه، هو والناس اللي معاه، اللي طبعا على السوشيال ميديا قاموا بأدوار بالسب واللعن وبتوزيع الاتهامات على جهات عديدة، البرنامج والقناة والجالية، الجاليات، اتحاد الجاليات الأوروبي أو اتحاد الأوروبي للجاليات المصرية، والسادة المحامين اللي دخلوا معانا على الهواء. لكن كلنا عارفين ازاي في مصر نقدر نطلع حكم بأوراق مزورة، وشفنا أيضا زي ما عرضنا أمام حضراتكم في بداية الحلقة اليوم إزاي هو عمل بطاقة رقم قومي مزورة واستخدمها علشان كل إعلانات القضايا توصل إلى عنوان واحد تبعه هو اللي بيستلمه، وليست السيدة مرسى سعيد هي اللي بتستلمها، وده اللي بيبرر وده اللي بيشرح ويوضح ازاي قدر ان هو يستهدف هذه السيدة البسيطة، وازاي يستهدف اسرتها على مدى سنوات طويلة ب 250 قضية كلها مبنية على باطل. وبالتالي اي حكم صدر بناء على هذه الاتهامات وهذه الادعاءات والمستندات تكون أيضا أحكام باطلة. وهنتابع تطورات هذا الموضوع اللي مش بس زي ما بقول لحضراتكم مش بس الأقباط في محافظة الفيوم أو الأقباط في محافظة سوهاج مهتمين بيها، لكن أيضا وصل هذا الموضوع إلى الاتحاد الأوروبي للجاليات المصرية اللي مهتمة بهذا الموضوع بالذات. وطبعا سيكون هناك تصعيد آخر زي ما ذكر في نهاية البيان اللي أصدروه، إنه إذا ما حصلش إنصاف لهذه السيدة بعد كل ما فقدته سواء زوجها أو ابنها، لكن إذا ما حصلش إنصاف ليها وتم إلغاء
وكل الأحكام اللي طلعت ضدها، وأيضا أن يعاقب أسامة لوط على اتهاماته وأفعاله اللي بيقوم بيها حتى الآن، سواء ضد مرثا سعيد أو ضد السادة المستشارين اللي طلعوا معانا المحامين في حلقة اليوم وفي الحلقة الماضية. سيكون هناك تصعيد آخر على المستوى الدولي في جمعيات حقوقية وفي مؤتمرات حقوقية تابعة للأمم المتحدة، وأعتقد إن المجتمع المصري والدولة المدنية ومؤسسات الدولة في غنى تام عن مزيد من عرض هذه الحالات اللي للأسف بتدي صورة سيئة عن مدى استهداف الأقباط وأيضا على مدى التلاعب في محاكم مصر والأوراق الرسمية والمؤسسات الرسمية في مصر، اللي للأسف البعض منهم بيتساهل ويتواطأ مع بعض من المزورين في استهداف أسر بسيطة للأسف أدى إلى وفاة أب وابنه بسبب هذه القضايا وتوالي هذه القضايا. عموما هنعرض تطورات هذا الموضوع في الحلقات القادمة كلما جد جديد.